السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم إن شاء الله، وفي إطار الوصفات اللي كنحتاجو في أيام المدرسة لوليداتنا الفطور أو حتى يديهم معهم. غادي نحضر معكم هاد الخبيزات الصغار بالشوكولا وبأي حشوة بغيتو بالخلاط الكهربائي، يعني بأقل مجهود، وكيعطيو كمية اللي هي وفيرة وكيجيو خفاف بزاف ومذاق هائل. بقاو معايا نشوفوا مقادير طريقه التحضير ديالو. في المكونات ديال هاد الخبيزات الصغار غادي نحتاجو البيضه واحده فقط، واللي عنده الحساسيه من البيض ممكن انه يستغنى عليه بصفه نهائيه. كاس الا ربع من الزيت ما يعادل 150 ملل، علبه من الياغورت الطبيعي بدون سكر او بالسكر ماشي مشكل 110 غرام، 4 معالق السكر، كيس من الخميرات الحلويات، وكيس من الفانيلا، وممكن نسمو الى بغينا بالنافع او حبه حلاوه، خميره الخبز، ملح، حليب دافئ. وبالنسبه للدقيق فغادي نحتاجو دقيق ابيض ودقيق الفينو او السميد الناعم جدا، يعني هادو ما كيديروش غير بالدقيق الابيض فقط. طريقه التحضير، غادي نوضعو جوج ديال الكيسان ديال الحليب، يكون بطبيعه الحال دافئ مزيان، يعني مع البيض والياغورت الا كان بارد فكيجي هو هذاك، باش كيساعد لينا الخميره انها تفاعل بسرعه وما تعطلش في التخمام. غادي نضيف معاه الزيت كاس الا ربع ما يعادل 150 مليلتر بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الكاس ديال العنبه. كنضيفو كذلك البيض بيضه واحده فقط. غادي نزيد مع هاد المكونات السكر، انا درت 4 المعالق، وممكن ديروا اقل او اكثر، يعني اننا غنعمرو بالشوكولات، ف4 المعالق كيكونوا كافيين. وكيس من السكر الملسم بالفانيلا، يعني التنسيم كيبقى اختياري. انا بغيت صراحه ندير النافع، انما لقيتو ما بقالياش نافع ما مطحونش، يعني نافع غير هكاك حبوب نضيفو كميه، وانما حتى نبغيو نضيفو الدقيق ماشي دابا، يعني ما خصوش بطبيعه الحال يتطحن. معلقه كبيره من خميره الخبز وعلبة من الياغورت الطبيعي، انا استعملت هنا بالسكر وممكن تستعملو عادي بدون سكر، اساس انه يكون طبيعي. علبة واحدة، كيس الخميرة الحلويات غنضيفوه مع الدقيق، وغنضيفو كمية من الملح، ضروري من الملح تقريبا واحد المعلقة صغيرة. بغيتوش ديروا الملح بزاف تقصوه، هو كل ما كان داك الخليط بين الملح والسكر كيجي مذاق احسن. هنا عندي 250 غرام، واحد الزلافه عاديه ديال الفينو او السميده الرقيقه. بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش شنو الفينو، هو ماشي السميده الحرشه اللي كتكون رقيقه منها اللي كنديروا بها الخبز. وغادي نطحنوا هاد المكونات حتى كتجانس بشكل جيد، يعني ضروري تطحن مزيان حتى داك الفينو كيتطحن وما تيبقاش حرش بزاف، وكيجيونا هاد الخبيزات خفافين. صافي غادي نتوقف عن الخفق، وغادي نوضع اما في كسعه او في جبانيه اللي غادي نخلطوا فيها باقي المكونات، اي الدقيق وخميره الحلويات. كما كتلاحظوا كنحصلوا على خليط بهذا الشكل، داكشي اللي بقى في الكاس نحيدو بسباتولا، يعني مبقاش لاصق، ونضيفو الدقيق الابيض شويه بشويه، يكون مغربل بطبيعه الحال من قبل باش نحصلو على عجينه خفيفه. ضروري تكون العجينه اللي هي خفيفه، يعني تقريبا واحد 3 ديال الكيسان تقريبا، انما كنبغيش نعطي واحد المقدار اللي هو مضبوط بزاف، خصوصا ان نوعيات الدقيق كتختلف. بالنسبه للحليب فكيف قلنا جوج كيسان ديال العنبه 400 مليلتر، وعندنا واحد ياغورت طبيعي وبيضه. هادو الا كانت البيضه مثلا كبيره او صغيره او استغنينا عليها ف كيختلف المقدار، اللي تضيفو بشويه بشويه حتى تحصلوا على عجينه رطبه وكتلصق في اليد. كنضيفو خميره الحلوى حتى هي، ونستمر حتى تجمع ليا، واكيد وكنكرر تكون خفيفه باش تجينا حتى اي انواع نوع من المعجنات اللي بغيوش الخبز، تكون ما كانت العجينه خفيفه كتكون النتيجه احسن. طيب كما طلعتوا معايا العجينه ديالنا صفراء، لان فيها الفينو بزايد، كندير واحد شويه ديال الدقيق
ولا عندها العجانه غتستعملها، غتجيها العمليه اسهل، لان كل ما كانت العجينه خفيفه كتبغي العجانه ما عندكمش غتستخدموها بطريقه يعني بحالي كيف انا جمعتها وخدمتها غير واحد شويه ما غتحتاجش ليك، غير نحسو بالدقيق نسجم مع الخليط اللي وضعناه في الكسعه، صافي كنتوقفوا وندعوها في جبانيه ونغطيو عليها بشكل جيد ونخليوها في مكان اللي هو دافئ حتى كتختمر وكيضاعف الحجم ديالها. بالنسبه دابا للجو ساخن كنخليوه على برا، كان الجو بارد وكنتو مزروبين عليهم كما العاده كنشعلوا الفران يدفى، غير يدفى ما يسخنش بزاف، ندفيو عليه وندخلوا له الجبانيه ديالنا كتخمر بسرعه وكيضاعف الحجم ديالها بلا ما نستناو بزاف. صافي ملي كنحصلوا على العجين بحال هكا منفوخ وخامر مزيان كنزولوه، كنحاولوا نخويوه من ديك الغازات اللي كتجمع فيه اثناء التخمير وكنقسموه ودرنا شويه ديال الزيت من الاحسن في طاوله العمل باش ما كتلصقش لنا العجينه، ضروري تكون كتلصق، ونقسموها على حسب الرغبه. درتهم شويه صغيرين، كل كويره غتكون فيها 50 غرام، عطاوني 27 قطعه بالضبط. تيجيو هما هذوك في الحجم ديالهم، كيجيو صغيرين وكي يعني كتعطيهم الوليدات في المدرسه كيكونوا كافيين، شي وحده كبيره ربما يكملوهاش وتبقى كضيع. لذا قسموا وديروهم، الى عندكم ميزان عبروا 50 غرام، ما عندكمش خرجوا منهم 27 حتى او 26 قطعه. صافي غنستمر كنقسم العجينه ومن بعد نعاود نقادها باش نجيبهم متساويين في الحجم ديالهم. كما لاحظتوا العجينه طبام زايد وخامرها، كل ما خمرت وارتاحت كتكون النتيجه احسن. ونستعملوا الزيت النباتيه باش كتساعدنا وما كيتلصقوا ليناش لا في سطح العمل ولا في اليد ديالنا. نزيدو نقدوهم بهذا الشكل. صافي غنستمر حتى نقادهم كاملين على شكل كويرات وندعوهم، ومنين ننتهي عاد نبدا كنشكلهم. بالنسبه للحشو فانا غنستعمل قطع ديال الشوكولا عادي، يعني قطع ديال الشوكولات المربى قسمتها على جوج، والحشو كيبقى دائما اختياري، كيبقى الشوكولات هو المفضل عند الدراري. صافي كنحاولوا نطلقوا الكره غير واحد شويه ماشي بزاف، كنوضعوا قطع ديال الشوكولات وكنجمعوا بكل سهوله ونضغطوا بهذا الشكل. يعني هادو كيكونوا عمليين حسن ملي تيكونوا دايرين خصوصا المدرسه وحتى الفطور، يعني كيقبطوها بشكل بحال اللي تشدين يعني ميني باكيت، واحد الباكيطه اللي هي صغيره وتتعجبهم انها محشوه بالشوكولات. يعني دائما وخصوصا في الصباح اغلبيه ديال الاطفال ديالنا ما كيبغيوش يفطروا، حاولوا تنوعوا لهم في الاشياء اللي كتعجبهم، لان التنويع تيحفزهم باش ياكلوا. مي كنبقاو نعطيوهم نفس الشيء كل نهار تيملوا، واصلا تينوضوا الشهيه ما كايناش، وحتى الا ما بغاوش يفطروا كتعطيهم بحال هكا خبيزه يديها معاه للمدرسه، كتكون حلوه معمره وخفيفه يعني ما ناشفاش اللي غادي تبغي يدوز بها معاه شي حاجه، فاكيد غادي تنفعكم بحال هاد الوصفات هذه. وكيف قلت لكم نوعوا، انا يعني دايره تنويع كل نهار كنعطيهم حاجه على حسب كل مره شنو كندير. صافي غنستمر بنفس الطريقه، كنطلق شويه العجين، الا بان لكم كيتلصق وضعوا القليل جدا من الزيت، ما تكتروش ما تطلقوهاش بزاف باش يجيو زوينين في الشكل ديالهم. صافي كناخذوا دوك الاطراف تنجروهم وتنحاولوا نغلقوا، راه عمليه بسيطه وسهله، ما يعني ما تبان لكمش صعيبه، راه سهله بزاف. وكنوضعها في صفيحه ديال الفرن مفرشه بورق الطبخ او مدهونه بالزيت. صافي ملي كننتهي كنخليهم يختامروا حتى كيضاعف الحجم ديالهم، طبيعة الحال غادي نخليهم بعدين. كنجيب واحد الخليط ديال البيض، انا درت بيضه مع قليل من القهوه سريعه الذوبان مع شويه ديال السكر وشويه ديال الخل، طربت مزيان وغادي ندهنهم، وزدت شويه ديال الحليب اعتذر نسيتو باش نخفف البيض ويكفيني لهاد الكميه. وانتم ودهنوا ممكن دهنوا غير صهر فصفر البيض وتزيدوا له الحليب ودهنوا به اللي بغيتو. صافي غنستمر كندهنهم كاملين، هاد الاثناء كيكون الفرن مشعول، ضروري يشعل مزيان يسخن تقريبا 200 درجه الا عندكم فرن كهربائي، عندكم فرن غازي ماشي مشكل كتشعلوه حتى كيسخن كذلك وكتنقصوا.
كنديروا اما نار متوسطه واما ناقصه، كل ما طابوا على خاطرهم وتحمروا كيكون نتيجه احسن، احسن ما يتخطفوا لينا هما، ماشي بحال الخبز، لان الخبز ما فيهش واحد الكميه ديال الدهنيات اللي غتخليه يطاب وما يقصحش، يعني الخبز كما كتعرفوا كنجهدوا. اما المعجنات بحال هكا نقصوا العافيه من الاحسن. وبالنسبه للتزيين، فتقطع البيتزا او بسكين، كندير الخط بهذا الشكل او ما نديروش كاع اللي بغيتو، ونرشو باللي كان او نخليوهم هكذا، يعني دائما الزين اختياري. ممكن ديروا زنجلان ابيض او يعني العادي بحال اللي غندير انا، ممكن ديروا السكر الخشن الخاص ديال البريوش اللي كيكون كبير، راه كيتباع، يعني واحد نتوما على حساب المتوفر. صافي وغندخل الفران يطيب من التحت حتى كيشد راسو مزيان ويتحمر، عاد كنديروه ملي يتحمر من الفوق على نار مهيله. دائما نقصوا العافيه بزاف، عندكم فرن كهربائي شعلوه من تحت ومن الفوق، ودائما النار ناقصه، كيجيو خفاف كما كتشوفوا عن قرب، كيجيو شكلهم زوين، ناجحين وسهلين جدا في التحضير. نشوفوا واحده عن قرب كيفاش جات، وكما لاحظتوا الكميه اللي هي وفيره، هاهم عن قرب. كنتمنى تجربوا الوصفه، اكيد غتنال الاعجاب ديالكم وغتعجب حتى وليداتكم، علاش حتى الازواج ديالكم والعائلات ديالكم. كنتمنى هذا الفيديو نال الاستحسان، شكرا جزيلا على المشاهده والتشجيع، وإلى اللقاء في فيديو وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.